السلام عليكم شباب، معكم دكتور مصطفى الجندي. النهاردة هنتكلم على المحاضرة الثالثة. المحاضرة الثالثة دي هنتكلم على الإيه؟ على الـ Control Statements، ونخش في الجزء بتاع الإيه؟ بتاع الـ Functions. دي الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة، ده دي العناوين. هنتكلم إيه هي Relational Operators، نراجع عليها، خدناها المحاضرة اللي فاتت بس هنراجع عليها. وهنتكلم على الـ Conditional Statements بأنواعها، وبعد كده هنتكلم على الإيه؟ على الـ Loop بكل أنواعها، وهنخش في الجزء بتاع الـ Function. طيب تعالى نخش الأول في الجزء بتاع الـ Relational Operators. المفروض إن أنا عشان أستخدم الـ Relational Operator، المفروض إن أنا عندي إيه؟ في بيكون Expression، والـ Expression ده بيكون الناتج بتاعه عبارة عن Boolean variable، فالناتج بيكون عبارة عن true أو false. تعال نشوف expression. لو أنا بقول له إيه، هل ال 20 أكبر من 9؟ فهنا ده ال expression ده يعتبر فعلا حقيقي، وفعلا ال 20 أكبر من 9، فده يرتب لي true. مثال تاني حاجة ال false، لما يجي evaluate expression زي ده، هل بقول له هل الخمسة بتساوي الستة؟ فهيجي يبص عندي، لا ده الخمسة مش بتساوي الستة، فكده هيراجع هيرتب لي false في ال expression ده. طبعا انت ممكن تكومباين او كذا اكسبريشن مع بعض عن طريق الاند والاور والاكس اور. طيب دايما الريليشنال اوبريتور دول بيبقى عبارة عن انسر للسؤال، فانت بتقول له مثلا ايه، هل السؤال ده مثلا هل الفاريبل ده فيه فاليو زيرو؟ ممكن مثلا تقول له هل الفاريبل ده فيه قيمة اكبر من كذا؟ فهنا بيقول لي ايه بقى، على سبيل المثال المفترض إن أنا إيه دايما الـ operators بتست، سواء مثلا بقول له أكبر من أو أقل من، لو أنا بكومباين كذا أو الـ conditional operators نفسها بقارن، فبيبقى عندي two operands، الـ two operands دول بيقارنوا عن طريق الـ operator اللي بينهم. دايما أي expression هيطلع لي في النهاية true يا false زي ما إحنا قلنا. طيب في عندنا ثلاث أنواع من الـ Relational Operators اللي إحنا بنستخدمهم. أول واحد اللي هو الـ Equality، أنا بتشيك إن حاجة بتساوي حاجة. فجيت هنا في الـ PHP قلت له إيه، أنا عندي الـ Months بيساوي مارش، بعد كده عملت تشيك هل الـ Months بيساوي مارش ولا لأ، فهو فعلا بيساوي مارش، فالـ Condition ده هيرجع إيه True. ففي الحالة دي هيطبع لي الجملة اللي هي إيه، It's spring time، فكده إيه، فكده طبع لي الجملة دي لأن الشرط ده اتحقق. بعض الأحوال نفرض الشرط ده متحققش، يبقى مش هيطبع الجملة دي خالص، يبقى أنا بتشيك expression بيساوي value. بعض الأحيان ممكن في المقارنة دي أستخدم اللي هو يساوي يساوي، أو في ثلاثة يساوي ثلاثة يساوي، يبقى أنا إيه بتشيك على حسب الإيه، على حسب بدون ما أعمل أي conversion خالص. في الأولاني ده أنا هنا ده فيه رقم وده فيه رقم، فده معناه إن ده integer وده integer بس محطوطين في صورة string. فالـ expression يساوي يساوي ده بيروح عامل conversion إيه، conversion لده من إيه، من string integer، وده من string integer، فهكتشف فعلا إن هما إيه بيساووا بعض. إنما يساوي 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 أنا بقارنهم ببعض على إيه، على حالتهم، فده حالته string وده حالته string، من غير ما أعمل إيه بقى، من غير ما اعمل اي conversion خالص. فكده ده ايه، ده string وده string، في الحاله دي ما سويش بعض. عشان كده الاوتبوت بتاع البرنامج ده طلع لي ايه، طلع لي واحد بس، لان انا في المثال الاولاني عملت لهم conversion، فالاثنين طلعوا integer ب 1000، ده طلعوا بيساوي بعض، فالاكسبريشن ده الايفالويشن بتاعه طلع لي true. لما هنا انا بقول له قارنهم بالحاله بتاعتهم بالداتا تايب بتاعهم، فده string وده string، فراح ايه، راح قايل ان هما بيساوي 2، فعشان كده ايه الاكسبريشن ده حصل له evaluation بفولس. زي ما في equality في comparison operator اللي هو أكبر من أقل من، أكبر من أو يساوي، أقل من أو يساوي، ده في الإيه، ده في ال comparison. فهنا على سبيل المثال، في المثال بتاعنا أنا عرفت variable اسمه إيه، وال variable ده اديته إيه، اديته value ب 2، variable p b اديته value 3. بعد كده بقول له هل ال A، ابتديت أعمل ال A تشيك على 4 كونديشن، هل ال A أكبر من ال B، هل ال A أقل من ال B، هل ال A أكبر من أو يساوي ال B،
هل الـ A أقل منه أو بتساوي الـ B؟ فالـ A أقل منه أو بتساوي الـ B، فالشرط الـ A التاني والشرط التالت والرابع هما الـ A، هما اللي اتحققوا. عشان كده الجملة طلعت إيه؟ 2 less than 3 و 2 less than or equal 3. طيب أنا كده خدت الـ equality، خدت فيه الـ comparison operators، فيه الـ logical operators. logical operators أنا عايز إيه؟ أدمج إيه؟ 2 expression مع بعض. ففي الحالة دي رحت قايل له إيه؟ طالما هدمج 2 expression مع بعض، ففي الحالة دي بروح قايل له إيه؟ في كذا operator عندي، في الـ AND وفي الـ OR وفي الـ XOR، ممكن أعمل negation أن في أي إيه؟ أن في أي expression. فهنا هنا بيعتبر إيه؟ تعال نشوف الـ output ده وسر إن الـ output ده طلع هنا 2 AND، فمعنى إن 2 AND، هل الـ A AND B؟ فراح جاي إيه؟ ما طلعهمش إيه؟ طلعوا فولس، والفولس ديت ما بيها ما تبقاش ايه، تبقى بتقنل فما طبعش حاجة. انا بقول له اطبع لي A or B، الـ A ب1 والـ B ب0، اللي هو 1 ده اللي هو ترو و0 اللي هو ايه فولس. فايه فده بقول له ترو مع اي حاجة، فهتطلع لي ترو فراح طبع A1. طيب الـ XOR من الـ True Stable اللي قدامنا ده، الـ XOR بيقول ايه؟ لو الاتنين مختلفين اطبع ترو، هل الاتنين مختلفين؟ اه، فراح طبع ترو فراح طبع القيمة 1. هنا بقول له انفيل الـ A اللي هو نفي 1 0، اللي هو ايه، انا بقول له يجي يطبع البوليان فولس، ما بيطبعش 0 بيطبع ايه نال، عشان كده ما طلعش اي ايه، اي فاليو فالش. فانا كده ممكن اي اعمل كومباين لكذا اكسبريشن مع بعض باستخدام الاند والاور والاكس ايه اور، ممكن اعمل ايه ام في اي اكسبريشن باستخدام علامه الايه، علامه ال. طيب يبقى احنا كده الاوبريتورز اللي انا بشرحها دي هنستخدمها في الكونديشنال ستيتمنتس وفي اللوبينج ستيتمنت. تعال نخش بقى على الجزء بتاع الكونديشنال ستيتمنت الاول. زي ما احنا عارفين ان الكونديشنال ستيتمنت ده ايه، انا بعدل مسار البرنامج بتاعي. انا عندي مجموعه من الستيتمنتس، وانا عايز الستيتمنتس دي ايه تتنفذ بناء على كونديشن معين. اللي هو بيقول لك ايه بقى، هو بيخليك تسال ايه سؤال او بعض الاسئله على حاجه معينه، وبناء على الانسر بتاعتك اتجاه البرنامج هيختلف. في هنا ايه، في حاجه قلنا ايه، في الاف وفي السويتش وفي الايه اللي هي الترنري اوبريتور وفي اللوبينج كونديشن. تعال نخش واحد منهم، ده اللي هو الاف. انا ماشي الكنترول ماشي تمام، فهنا وقفت عند كونديشن، فلو الكونديشن ده اتحقق بترو همشي انفذ الكلام اللي هنا، لو الكونديشن اتحقق بفولس هكمل البرنامج بتاعي من غير ما انفذ الايه، من غير ما انفذ الكود ده. طبعا الكونديشن بيقول لك ان ولا اي valid expression موجود عندي، ممكن ايه تست الايكواليتي الكومباريزون، ممكن تست فور زيرو وايه فور نال، ممكن يكون عندك فانكشن في الاكسبريشن والفانكشن دي بتكون بتترمي يا ترو يا ايه يا فولس. زي ما قلت ان الايه، ان الكود بتاعك بيتنفذ لو الشرط اتحقق، والكود بتاعك ايه لو الشرط ما اتحققش مفيش حاجه هتتنفذ. ودايما بيقول لك ان انت تحط مجموعه الستيتمنتس اللي ايه اللي هتتنفذ ما بين اللي هو الكيرلي بريسز دي، حتى لو ايه لو هو سطر واحد، بيقول لك ممكن تجنورها لو هو سطر واحد، بس يفضل ان انت تحط الايه البريسز دي حتى لو هو سطر واحد. عشان ايه؟ عشان لو في ايه دايما بتتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل لك وبتخلي الكود بتاعك ايه more readable. هنا ده مثال، لو انا عندي ايه variable اسمه bank balance، فأنا بتشيك ال value بتاعته، والله لو ال value اللي في ال variable ده أقل من 100 نفذ الإيه؟ السطرين دول اللي هو إيه؟ عندي في variable اسمه money حط فيه 1000 وزود على الحساب بتاعك إيه؟ ال 1000 ده. زي ما في if if في عندنا إيه if else، أنا بقى عندي إيه؟ أنا وقفت هنا ففي طريقين، والله لو الشرط ده اتحقق امشي في طريق، ولو الشرط ده متحققش ايه امشي في طريق. هنا بقول له لو الاف اتحققت اهي خش هنا جوه الاف وكمل، طب لو الاف ما اتحققش خش جوه الايه، خش جوه الالف ونفذ مجموعه من الستيتمنت. نفس المثال اللي فات بقول له ايه، انا كنت بقول له لو البالانس اقل من 100 اعمل حاجه معينه، طب لو البالانس مش اقل من 100 ابتدي ايه، ابتدي نفذ مجموعه من الستيتمنتس تاني. هو بتشيك الكونديشن ده، لو الكونديشن ده بترو بيخش هنا، لو مش بترو هيخش في الناحية التانية. بعض الأحوال بيكون عندي أكتر من شرطين، يعني عندي الشرط ده لو اتحقق نفس حاجة،
ولو ما اتحققش مش تنفذ حاجه تانيه، لا ده تشيك على شرط تاني. في الحاله دي بستخدم بدل else بستخدم else if else if. هنا على سبيل المثال انا ماشي هنا اهو، انا قدامي هنا ايه، في ثلاثه كونديشن، يا اما اخش في الطريق ده، يا اما اخش في الطريق ده، يا اما اخش في الطريق ايه ده، على حسب طبيعه الاكسبريشن بتاعي. هنا ده مثال اهو على البالانس، راح مزود. والله لو البالانس اكبر من 200 اعمل حاجه ايه كمان. انا لو البالانس اقل من 100 فعايز ازود فلوس كتير عشان ادفع الفواتير بتاعتي، بس لو البالانس بتاعي اكبر من 200 مش عايز ازود ايه، مش عايز ازود، على حسب طبيعه الايه الكود بتاعك. مثال كبير جدا بيوضح حاجه زي كده، لو انا بتكلم على الدرجه بتاعتي فانا بقول لك ايه، والله لو الدرجه بتاعتك اكبر من 5 في ماده اكبر من 85 يبقى تبقى اكسلنت، لو هي أكبر من 75 هتبقى very good، لو هي أكبر من 65 هتبقى good، لو هي أكبر من 50 هتبقى أكبر من 50 هتبقى pass، else هتبقى إيه fail. طبعا ممكن if else if else if في النهاية else، ممكن ال else الأخيرة دي optional على حسب طبيعة الكود أو البرنامج اللي أنا بعمله. زي ما في if else في إيه في switch، وايه والسويتش دي دايما بتبقى مفيده جدا لو انا عندي فاريبل واحد بس، لان انا بتشيك ايه الفاريبل ده بيساوي فاليو معينه ولا لا، والفاليو دي الفاريبل ده ممكن يشيل اكتر من فاليو، فبناء على الفاليو ببتدي اوديه في ايه دايركشن معين. هنا هو ببتدي سويتش، وسويتش على الفاريبل ده، والفاريبل ده بيشيل ايه انتجر سترينج، فانا ايه على حسب الايه على حسب الفاليو هنا كاركتر، ممكن بروح اقول له ايه ال، والله اشوف القيمه اللي هنا لو هي تبعت الكيس 1 بنفذ، لو هي في كيس 2 بنفذ كيس 2 وهكذا. في إيه من ضمن سويتش كيسز في حاجه اسمها الديفولت، الديفولت ده لو ولا شرط من الكيسز دي كلها اتحققت يبقى انا بخش جوه الايه جوه الديفولت بنفذ الكود اللي جوه. هنا ده مثال اهو، ابتدى يقول له ايه، ابتدى يقول له انا عندي سويتش كيسز، بقول له ايه على فاريبل اسمه بيج، بدأت إيه؟ أنا عايز أروح مثلا من إيه؟ أنا في ويب سايت، وفي الويب سايت ده عايز أتنقل بين الإيه؟ بين الصفحات بتاعتي، فعلى حسب السترينج اللي جاية لي بقول له لو أنا اليوزر ده مثلا على الهوم فإيه؟ فببعت للسويتش دي الهوم، فبيبتدي إيه؟ يشوف هو اليوزر ده على الهوم ولا أباوت ولا نيوز ولا لوجن، ولا يبتدي يروح لإيه؟ لأي صفحة منه. لو نلاحظ إن هو بعد ما بيخش ينفذ الستيتمنتس اللي هتنفذ بيعمل بريك عشان إيه ما يكملش، ما يخشش اي ايه اي ستيت تاني. هنا على سبيل المثال بيقول ان الكود ده ممكن يتنفذ باف else، بس هنلاحظ ان هو في السويتش مور readable. تعال نجرب كده ننفذ الكود ده، عشان هننفذ ده كود بي اتش بي زي ما احنا قلنا. اول حاجه بعملها ان انا بقيت بستارت الاباتشي، فانا لقيت الاباتشي فعلا معمول له ستارت، هبتدي اخش على الفي اس كود كده اشوف الفي اس كود. تعال نشوف كده هنا بقول له سويتش ايه، ادي هنا اهو عرفت variable، وال variable ده اسمه ايه اسمه about، حطيت فيه value about، فالمفروض لو الكود ده حصل له running هيطبع لي جملة ايه بقى you selected about. تعالى كده نرن الكود ده، اخد بس اسم الصفحة اهو. تعالى هنيجي نفتح البراوزر واقول له ايه localhost، راح يقول له about.php، راح قايل له يو سيلكتد اباوت، يبقى هو كده نفذ الايه الكود بتاعي. في بعض الاحيان هو دايما ايه اللي بيحصل في السويتش كيس، هو بيبتدي يشوف الفاريبل ده القيمه بتاعته هل هي بتساوي الهوم، لا هل هي بتساوي الاباوت، اه بتساوي الاباوت، يبقى نفذ لحد ما تلاقي كلمه بريك، ما تتشكش بقى على حاجه تانية. فلو فرضنا ان انا شلت ده مثلا، عيشت كلمه بريك ورحت عامل سيفنج، ورحت جاي عامل ريفريش الصفحة بتاعتي، راح قايل له ايه يو سيلكتد نيوز كمان. فده انا كمان بعد كده شلت البريك اللي هنا، هبتدي ينفذ لحد ما يلاقي كلمة بريك تقابله، او لحد ما ينتهي كل السويتش كيس. هل بيتشيك بقى على كل كيس تقابله؟ لا، طالما وصل الشرط اتحقق مع كيس ما بيبصش لكلمة كيس تاني. تعال نشوف كده اهو، راح جاي مزود اهو. يبقى لازم انا اتاكد يا جماعة عشان ما يحصلش مشكلة عندي في الكود اللي انا ايه ان انا هاخد بالي ان انا حاطط جملة بريك. بعض الاحوال اصلا انا بحتاج ان انا ايه ان انا ادمج كذا كيس مع بعض، في الحالة دي بروح اقول له كيس مثلا هوم وكيس مثلا، لو انا عايز الاثنين كيس دول يتنفذ عليهم نفس الحالة فبروح اقول له ايه انا عندك كيس تانية اسمها مثلا اباوت، ونفذ لي في الاثنين كيس دول نفذ لي نفس الايه نفس الكود.
يبقى لو أي واحدة منهم اتحققت هينفذ نفس الإيه؟ الكود ده، والبرنامج بتاعي مش هيتأثر خالص. ده باختصار اللي هو الإيه؟ السويتش كيس عندنا. إحنا كده بسويتش على variable وأتشيك هل هو بيساوي value ولا لأ. بعض الأحيان بقول له إيه؟ ممكن أكون محتاج أعمل الديفولت، يعني والله مثلا لو أنا مش ولا لو اليوزر ما دخلش ولا واحدة من دول يديله رسالة ايرور مثلا. تعال نجربها كده في الكودينج بتاعنا. أهو الحالة دي بروح حاطط إيه بقى هنا؟ راح قايل له ديفولت نحفظ مثلا ايكو ادو عليه ايرور سيلكشن مثلا، راح اسمي كله. طيب ممكن مثلا اخليها مثلا ايه سيرش مثلا، روح ايه انا مفيش صفحة سيرش عندي، فما اجي ريفرش الصفحة روح ايه اللي ايرور سيلكشن، انا كاتب ايرور سيلكشن على ال اي سي ال سي كده ظبطها. يبقى انا كده ايه راح للديفولت على طول. يعني بعض الاحيان على حسب طبيعة الابليكيشن ممكن احتاج الديفولت ايه الديفولت كيس بتاعتي. طيب هنا بيتكلم على ايه؟ على الاوبريتور اللي هو اسمه ايه بقى؟ على الاوبريتور اسمه ترنري اوبريتور. ترنري اوبريتور ده بيبقى عندي فاليو تمام، وانا بس بيبقى عندي سؤال، وانا السؤال ده بيتجاوب ايه؟ بيتجاوب عليه بيس او ايه او نو ماشي، ولو بيس نفذ لي الجملة دي، ولو بنو نفذ لي جملة تانية. تعال نجرب كده نعمل حاجة. انا عايز اقول له مثلا عندي variable، تعال نشيل الكود ده كله كده. عندي مثلا variable اسمه x بتساوي 2، وأنا عايز أقول له إيه بقى؟ لو ال variable ده even ولا odd، هروح أقول له بقى إيه؟ echo مثلا ال body، وراح قايل له ال variable اللي اسمه x هل هو modulus 2 تساوي 0. والله لو modulus 2 يساوي يبقى this number is even، لو مش كده هروح جاي واخد الكلام ده كله قايل له ايه this number is a is odd. طيب انا حاطط فيه 2 يبقى هو كده المفروض يطبع لي even. تعالى كده نريفرش الصفحة this number is odd. تعالى نغير كده ونديله مثلا value 3، 3 دي المفروض انها odd، فبناء عليه ايه؟ قال لي ان هو ايه؟ ان هو يبقى ده دلوقتي ternary operator. يبقى عندي اكسبريشن، اي اكسبريشن بساله في صوره سؤال، بعد كده السؤال ده يا اجابته يا يس، ولو يس نفذ الكلام ده، لو نو نفذ الايه الكلام ده. طب احنا كده بنحط قيم ايه ستاتيك، المفروض ان احنا بعد كده لما نيجي ناخد الفورمز ممكن ناخد القيم دي من اليوزر وبناء عليها ايه اتشيك اي ايه اي حاجه عندي على حسب طبيعه الايه الابلكيشن بتاعي. كده احنا خدنا اللي هو ال conditional statements اللي هو ال if وال if else وال if else if if، وخدنا switch case وخدنا ternary operator. تعالى ناخد اللوب. اللوب ديت يبقى انا عندي ايه؟ انا عندي بعض ال statements، وانا عايز ال statements دي تتنفذ ايه؟ تنفذ عدد معين من المرات، وبعد نهاية المرات دي المفروض ان ايه؟ ان هي تقف مثلا بناء على ايه؟ على ايه اليوزر دخل فاليو مختلفة، حصل مثلا ايه انا بلوب على اري فحصل وصلت لنهاية الاري، على حسب طبيعة ايه نهاية البرنامج. انا عايز مجموعة من الستيتمنتس تنفذ عدد معين من المرات، هنستخدم اللوب. هنا هقول في المثال عندنا بيقول له اهو انا ماشي في طريق فوصلت للحتة بتاعت اللوب، فبقعد افضل انفذ لحد ما يحصل ايه اكسبريشن يخرجني من اللوب بتاعتي. تعال نشوف اول واحدة منهم اللي هي الايه الوايل. الوايل بقول له ايه
بقول له انا عايز اطبع مثلا، بقول له هنا في المثال اللي قدامنا انا عايز انفذ مجموعه من الستيتمنت كذا مره، فاللوب بتاعتي الوايل او الفور او الدو وايل زي ما هناخد فيها 3 بارس انيشاليزيشن. انا لازم اعرف فاريبل يتحكم لي في الايه، في الوايل اللي هتتنفذ كام مره، وادي له انيشال فاليو. فانا بعرف فاريبل وادي له انيشال فاليو. هنا مثلا عرفت فاريبل اسمه كاونت واديته انيشال فاليو كام؟ 1. طيب انا عايز الستيتمنتس اللي جوه دي تتنفذ كام مره، فهنا بحط كونديشن. الكونديشن ده طول ما هو بترو نفذ الكلام اللي جوه ده، طول ما هو فولس اخرج خلاص. طب انا عرفت فاريبل واديته انيشال فاليو، عمال اتشيك على الكونديشن بتاعه. طول ما الفاريبل ده انا ما غيرتش القيمه بتاعته، يبقى كده ايه، لو هو دخل مره هيفضل هنا فور ايفر. فانا لازم ايه اعمل الموديفيكيشن للفاريبل ده. في المثال بتاعنا انا رحت ايه عامل له موديفيكيشن، انا بدات ايه ازود. تعالى نجرب نرن الكود ده كده، راح قايل له مثلا ايه، راح قايل له اكس مثلا بتساوي 1، نسيب عشان ممكن نطلع مثلا من الجملة دي، وراح قايل له ايه وايل الاكس اقل من او بتساوي 12، اعمل ايه بقى، اطبع للجملة دي، اطبع للإكس. أو اطبع لي مثلا إيه اسمه ده، 1 في إكس إيكوال في اكس واي. تمام، فانا كده ايه هيخرج لما الاكس ايه كده مش هيخرج، فلازم اقفل ايه وافتح بوست واجي هنا راح اقول له ايه، ما انساش ان انا راح اقول له اكس ايه فاريبل باسم اكس، راح اقول له بلس بلس. فانا كده ايه عملت ايه انكرمنت عشان البرنامج يخرج. تعال نجرب كده الرن، راح طبيعي 1 في 1 بيساوي 1، بس طبعا كلهم جنب واحد، فاحنا نسينا نعمل بقى جملة الإيه بقى، نقول له بي إي أه بس كده. طبعا لي إيه، طبعا لي القيم من 1 لحد 12 وضربهم في بعض وطلع لي الناتج بتاعي ده كده الإيه الهواية. زي ما الهواية فيه الدو وايل، إحنا طبعا عارفين إيه فرق بين الوايل والدو وايل، إن الدو وايل على الأقل بتتنفذ مرة واحدة، فهنا نفس الكلام ابتدى يقول له إيه؟ ابتدى يقول له الكود بتاعي أهو في نفس الفكرة، الانيشاليزيشن، الكونديشن، والإنكريمنت في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. نفس الفكرة فور، بس فور بقى إيه؟ بحط في الانيشاليزيشن والكونديشن والإنكريمنت كلهم ما بين الإيه؟ 3 بارامتر. بعض الأحوال على حسب طبيعة الأبليكيشن بتاعي ممكن أجي في وقت مش محتاج الانيشاليزيشن، ممكن أكون معرفه بره، ففي الحالة دي بسيب المكان ده فاضي. مش محتاج أعمل انكريمنت فبسيب المكان ده فاضي، مش محتاج كونديشن فبسيب المكان ده فاضي. بس لازم أحط 2 سيمي كولون عشان يبقى فيه 3 أماكن هنا، على حسب بقى أنا عايز أحط انيشاليزيشن بروح حاطط القيمة بتاعت الانيشاليزيشن، عايز أحط كونديشن بحط الكونديشن، عايز أحط الموديفيكيشن بحط الموديفيكيشن، وهكذا. فإحنا عندنا 3 أنواع من الإيه؟ من اللوب، سواء وايل دو وايل أو إيه؟ أو فور. تعالى نخش في البارت التالت بتاعنا اللي هو إيه؟ الفانكشن. هنا عايزين نشوف إيه؟ إزاي نعرف يعني إيه فانكشن وإزاي نعرف فانكشن بالنسبة لي. طيب هنا بيقول لك إن أنت إيه؟ إن أنت في بعض الأحوال بتبقى محتاج تكتب إيه؟ بعض السطور تبقى إيه؟ تكتبها كذا مرة. فقال لك إيه؟ أفضل وسيلة إيه؟ إن هو مثلا عندي أوبريشن اللي هي بتحسب عدد، بتجمع عددين، بتفتح عددين، فانا عايز الاوبريشن دي تتكرر كتير في الكود بتاعي، او اوبريشن مثلا عمليه السيرش او عمليه السورت تتكرر كتير في الكود بتاعي، فبدل ما في كل مكان هتتكرر فيها اكتبها، اروح اكتبها في مكان كده معين اسمه ميثود او فانكشن، وفي اي وقت انا عايز استدعي المكان، عايز اكتب الكود ده بروح مستدعي الايه الكود اللي عندي ده. طيب الكود اللي عندي ده مش هيستدعى كده اوتوماتيك، ده انا لازم اعمل له اكسكيوت ايه
اكسكيوت عندي لازم اقول له اعمل لي كولينج دي. طب ازاي بكول؟ بكول الفانكشن باسمها. طيب في مميزات كتيرة للفانكشنز، انها ان انا بكتب اي كود ال، يبقى انا بدل ما اكتب عملية السيرش في كل مكان، ده انا كتبتها مرة واحدة وبدأت استدعيها في كل مكان. طبعا بيرديوس الايرور والسينتاكس والبروجرامينج ايرور، انا كده اما بدور على الايرور بدور في مكان واحد بس. بيقلل اللودنج تايم، ده انا بلود الميثود مره واحده في الميموري في اي مكان بعمل لها كولينج وخلاص. بيقلل الاكسكيوشن تايم لان الفانكشن بيحصل لها ايه، كومبايلنج مره واحده. طبعا البي اتش بي بيجي في مئات من البيلت ان فانكشن اللي هم عاملينها فعلا، وانا ممكن استخدمها في ايه، عشان استخدمها بستدعيها بس وايه، بستدعيها وخلاص. هنا في مثال اهو بيقول لك ان في فانكشن اصلا جاهزه في الايه، في البي اتش بي اسمها ديت، بدا ايه يستدعيها ويبعت لها البارامترز اللي هي عايزاها، وهي دي بيقول له انها بتطبع الايه الدي بتاع الايه. طبعا هنا بيتكلم ان الفانكشن ممكن تاخد اي عدد من الايه، من البارامترز على حسب طبيعه الفانكشن اللي انت معرفها هي واخده كام بارامتر. طب تعالى نشوف ازاي احنا نعرف فانكشن. عشان اعرف فانكشن ببدا بكلمه ايه، ببدا بكلمه فانكشن، بعد كده اكتب اسم الفانكشن. طب اسم الفانكشن انا هكتبه ده لازم يكون فيه قواعد للاسم ده، لازم يبدا بليتر او اندر سكور، ممكن بقى بعد الليتر والاندر سكور يبقى فيه نمبرز او ليترز او اي اندر. طبعا بعد كده بعد ما بكتب النيم بيبقى بفتح اكواس، الاكواس دي اللي بحط فيها البارامترز بتاعتي، حتى لو مفيش عندي اي بارامترز ابتدي ايه هسيبه فاضي. طب البارامترز لو انا عندي اكتر من بارامتر بفصل ما بينهم بايه، بكم. هنا ده مثال اهو، رحت قايل له فانكشن اديته اسمها واي عدد من البارامتر وبكتب اكوال عندي اللي هو ايه الكود بتاع الفانكشن نفسه. هنا ده مثال اهو، فانكشن بتطبع حاله، كتبت الفانكشن اهي، ما بكتبش اي ريتيرن تايب خالص حتى لو الفانكشن بتريتيرن حاجه. هنا ده في البي اتش بي مختلف عن لغات تانية، ان انا هنا مش بحتاج اكتب الايه الريتيرن تايب، لان هو من نفسه على حسب الداتا اللي راجعه بيستقبلها في الفاريبل ايه وبيفهم الداتا تايب بتاعها. كده كتبت اسم الفانكشن، بدأت بايه بكاركتر، ولو الفانكشن فيها كذا اسم بفصل ما بينهم باندر سكور او تاني اسم يبقى اول حرف فيه ايه كابيتال. المثال ده الفانكشن بتاعتي ما خدتش ولا بارامتر خالص. بعد كده الفانكشن عباره عن جمله بس بقول له اطبع لي، ما فيش اي حاجه خالص. طب كده انا عرفت الفانكشن، عايز استدعيها باسمها على طول، ولو بتاخد بارامترز بطبع ايه بارامتر. فانا رحت مستدعيها، بعد كده بدا يقول لي اطبع لي بس ايه، اطبع لي هالو قول لي اتفرح طبع المسج ايه على طول. يبقى اي انفورميشن انا عايز ابعتها للفانكشن ببعتها عن طريق الارجومنتس بتاعتها. الارجومنت دي زي variables بقدر استخدمها جوه الفانكشن. قلنا انها بتتحط بين الاقواس، طبعا انت ممكن ايه تحط اي عدد من البارامترز بس كل اللي انت محتاجه انك تفصل ما بينهم بايه بكم. هنا ده مثال اهو، بقول له ايه family name، الفانكشن دي هتاخد 1 بارامتر. كل اللي عملته قلت له اطبع لي الايه family name اللي جايه. هنا عملت كولينج للفانكشن، طبعا الفانكشن بتاخد بارامترز، ببتدي ابعت له الايه البارامترز، وايه اللي هيعترض عليا يقول لي انت كده ايه الفانكشن دي مش موجوده بالنسبه لي. فانا هنا استدعيت الفاميلي نيم مرتين، مره بعت لها ايه الاسم ده ومره بعت لها الاسم ده، فراح طبع ايه طبع الداتا اللي موجوده عندي. طيب زي ما قلت ان الفانكشن ممكن تريتيرن فاليو، فكل اللي انا بعمله بعد ما اخلص الكودنج بتاع الفانكشن بعمل ايه ريتيرن ستيتمنت. فهنا في المثال ده انا عملت فانكشن اسمها سام بتاخد كام بارامتر، 2 بارامتر، رحت جاي جامعهم على بعض والناتج ايه، جمع الناتج حط الناتج في فاريبل اسمه ايه زد، قلت له ايه، وجيت استدعيت الفانكشن مره بعت لها 5 و10، 5 و10 طلع لي الناتج 15 وطبع الناتج، لان قيمه السام دي رجعت قد ايه 15. وفي المره الثانيه بعت له 7 و13، فراحت 7 بعتت للاكس وال13 بعتت للواي، قلت له اجمع لي ال7 وال13 واحط الناتج في زد وريتيرن زد، فراح منجح هنا ايه عمل ريتيرن ال 20، فراح طبع قيمة ال 20 زي ما هو هنا في الايه في الاول في البداية. هنا مثال بيقول لي اعرف فانكشن بتاخد ثلاثة ايه ثلاث اسماء، وايه اللي انا هعمله في الثلاث اسماء؟ كل اسم هحوله للور كيس ليتر، وبعد كده اخلي اول حرف في كل اسم ايه كامل. هنا بيقول لي انت ممكن تستخدم فانكشن بيلت ان في السترينج، بتاخد تحول اول حرف في اي اسم لايه كامل. تعال نشوف ازاي نكتب الكود بتاع الايه فانكشن دي اهو. كل اللي انا عملته عرفت ايه فانكشن اسمها ايه بيكسل، هو قال الفانكشن بتاخد ايه، رحت كاتب كلمه فانكشن بعد كده قلت له ايه بيكسل
الفانكشن فيها اسمين اهو، انا قدامي حل من حلين، يا اما ايه استخدم اندر سكور، يا اما راح اقول له ايه، راح اقول له مين، فعلى حسب ايه انت تحب ايه بالظبط. انت تحب تفصل ما بينهم باندر سكور، انا قلت له الفانكشن بتاخد 3 ايه 3. كل اللي انا عملته رحت قايل له ايه القيمه الاولانيه اللي جايه حولها لايه اللور كيس. لو السطر ده الناس مش فاهمه احنا ممكن نعملها مرتين، والسطرين التانيين بنفس الفكره. كل اللي انا عملته قلت له ايه بقى، مثلا رحت قايل له M1 او ال ايه او ال الفاريبل ده للور كيس، حول ال N1 للور كيس، وبعد كده خلاص استقبل بقى ايه M1. انا ايه رحت واخد ال variable حولته ل lower case اهو، خزنته في M1، وبعد كده رحت واخد ال M1 قلت له you see first حولها لي لل ايه بنفس الفكرة، اروح جاي مستخدم الايه الاثنين variables التانيين، وبعد كده ايه برضه بنفس الطريقة. بعد كده قلت له ايه بقى، انا خلصت وحولتهم على حسب ما البرنامج طالب، فهو بيقول لي اعمل لهم ريتيرن. فانا عشان اعمل لهم ريتيرن قدامي حل من حلين، يا اما اعرفهم كاري، يا اما اعرفهم في variable بكونكاتينيشن واحولهم لسترينج. فهنا هحولهم لسترينج اهو، بعد كده هيقول له ايه اطبع الناتج اللي جاي. كان في حل من حلين، يا اما اطبع القيمه اللي راجعه على طول، يا اما استقبلها في variable وبعد كده ايه اطبع. تعال نجرب نرن كده، هو ده المفروض يبقى اسمه example اهو، طبعا للقيم. تعال نغير مثلا القيم ده محمد سيد، راح اعمل له ريفريش، راح ايه انا حاطط محمد كله كابيتال لترز، راح هو حولها لي سمول لتر وخلي اول حرف ايه كابيتال. طبعا ممكن استدعي الميثود دي، عملية الكولينج للميثود ممكن يبقى عدد لا نهائي من المرات عادي، مش شرط ايه مش شرط مرة واحدة خالص، ممكن يبقى عدد لا نهائي من الايه من المرات. وهنا بس ايه عشان نستعمل ايه ال بي ار، عشان لما اجي استدعي الميثود ده ممكن اجي في المرة دي اروح قايل ايه بعد زود لي عليها عالي. تعالى نجرب هنا ايه، راح جاي منفذ الجملة كما ممكن انفذه بقى الكولينج الفانكشن دي بعدد لا نهائي من المرات، اهو نفس الكود اللي احنا كتبناه بالظبط، فابتدى ايه ابتدى يطبع لي الاول ده الاول بتاعه. ماشي، زي ما انا قلت ان انا ممكن نفس الفانكشن بدل ما ايه بدل ما ريتيرن الفاليوز كسترينج واحده، هبتدي اعمل ريتيرن للايه ريتيرن لصوره اري. ففي الحاله دي ممكن اروح قايل له ايه بقى، يبقى بدل ما ريتيرن كده اروح قايل له ريتيرن اري مثلا كده هما انتو هما فأنا كده رجعت إيه يعني في الحالة دي راح أقول له إيه variable مثلا اسمه names بيساوي إيه بيساوي fixing. في الحالة دي عشان أطبعه بقى ممكن راح أقول له print underscore r names. هنا بقى print underscore r names أو إيه يعني كده كده. تعال نجرب نعمل refresh للكود بتاعي، أو طبعا للقيم اللي في ال array إيه. لو أنا عايز أطبعهم بدون الشكل ده أروح كاتب أنا بقى جملة الطباعة عادي بقى إيه، وده بيطبع لي إيه print r دي بتطبع لي إيه ال elements بتاعة ال array بتاعتي. أنا ممكن أكون مش محتاج أطبعها كده، ممكن أكون محتاج أطبع element فراح أقول له مثلا echo، راح قايل له ايه names of zero. بعد كده كان الأول بيطبع لي ايه بيطبع لي أول اسم فيهم بس، وراح طبيعي لي ايه William اهو، وهكذا بقى. فين طبعا هنا بنستخدم الطريقة التانية إن نعرف بقى array زي ما احنا خدنا في الايه في تعريف ال variables وكده، ازاي أعرف array. طيب
وبعض الأحيان إن أنا إيه ممكن أكون عشان أسهل على نفسي إن أنا بدل ما أنا أبعت الـ variables أو parameter للميثود وأستخدمهم وأنا معرفهم بره الميثود أصلا، أروح مستخدم كلمة إيه global بدل ما أنا إيه بدل ما أنا أعرفه. فهنا على سبيل المثال في الـ function أهو ممكن يكون هو إيه بدل ما يستدعي الـ variables كده هيروح معرف له مثلا إيه أهو، راح معرف له إيه 3 variables اللي هو اللي هيحط فيهم القيم، وأنا هنا رحت طابعهم قبل ما إيه قبل عشان أعرف بس القيم اللي فيهم قبل ما يخش الميثود، أشوف هل الميثود هتعدل فيهم هم جلوبال ولا لأ. تعالى نرن الكود ده اللي هو example إيه example 3. example 3 اهو ده example 3 اهو بالنسبة لنا. بدأت أقول له إيه بعت له 3 إيه parameters ورحت طبعا إيه اللي حصل بالظبط أهو. أنا بعت له الأسامي أهو قلت له اطبعهم لي قبل ما يخش الميثود، فراح طابعهم قبل ما يخش الميثود بتاعتي. بعد ما الميثود عمل الأمي أوبريشن قلت له اطبعهم تاني، فده معناه إن الميثود غيرت في الجلوبال variables، وهو بعد ما خلص كولينج للفانكشن شاف التعديل ده. طيب عشان اخلي بقى الفاريبلز دي جلوبال ويشوفها جوه، بحط قبل كل فاريبل كلمه ايه كلمه جلوبال. رحت انا جاي قبل الفاريبل او قبل استخدمه رحت قايل حط قبله كلمه جلوبال، يعني معناه بقول له ايه ان انت ما تعرفش الفاريبل ده جديد استخدم الفاريبل اللي فوق، فلو انا عدلت فيه اكيد التعديل هيبان ايه بره. طيب تعالى نشوف كده، لو انا هيشت الجلوبال ده ايه اللي هيحصل. اداني ايرور، بيقول لي بقى ايه لان انا بقول له ايه حول لي القيمة اللي هنا دي اللور كيس، طب أنا أصلا مش شايف الفاريبل ده، إزاي أحوله اللور كيس؟ فبيقول لي الفاريبل ده مش إيه؟ مش متعرف أصلا، إيه؟ أنا محتاج إن أنت أهو undefined variable إيه؟ A1، فلازم من إيه؟ لازم من قدامي حل من حلين، يا إما أعرفه بقى وأديله value وأبعته كبارامتر للميثود، يا إما أقول له إيه؟ كلمة global تيجي أعرف لي الإيه؟ أعرف لي الفاريبل. إحنا كده عرفنا استخدام كلمة إيه؟ كلمة global. هنا هو نفس الفكرة، راح نعرف قبلهم كلمة ايه كلمة جلوبال. طيب في عندنا بقى السكوب بتاع الفاريبل، في عندنا حاجة اسمها لوكال فاريبل. جلوبال فاريبل كده احنا عرفناه متشاف في كله، لوكال فاريبل بيتشاف في السكوب بتاع اللوكال بس، اللي هو ايه لو انا عندي فاريبل جوه اف فاريبل جوه ميثود فهو متشاف في الاف والايه الميثود. الاستاتيك فاريبل ده هنتكلم عنه كتير لما نيجي ناخد الكلاسز، هو ده فاريبلز الايه شيرد لكل الايه كل الاوبجكتس اللي بتتكريت من كلاس، فلو اي اوبجكت منهم عدل القيمه بتاعته كل الناس بتشوف الايه التعديل. مثال على حاجه زي كده اللي هو ايه لو انت بتيجي تخش على ويب سايت ويقول لك يو ار فيزيتور نمبر كذا، فهم كانت فاريبل واحد ستاتيك ايه، فالفاريبل ده بيتاخد منه نسخه واحده في الميموري وكل الناس اللي بتخش ايه بتعدل في النسخه دي وتبقى ايه شايفه التعديلات ايه بتاعته. طيب في اتنين فانكشنز مهمين، حاجة اسمها include وحاجة اسمها require. لو أنا جمعت كل الفانكشنز اللي أنا بعملها حطيتها في فايل وجيت بقى في أي مكان أنا عايز أستخدم الفايل ده عشان أكول الفانكشنز ده عشان أبقى شايفها، بعمل حاجة اسمها إيه؟ بستخدم حاجة اسمها include أو حاجة اسمها require. زي في السي بلس بلس كده لما أقول له هاش include فايل في مجموعة من الميثود، أو في الجافا بعمل import، فدي بالظبط زي إيه الفرق بقى بين include و require؟ أهو هنا مثلا بقى أنا لما جمعت كل الفايلز بتاعتي في إيه؟ في library بي اتش بي اهو، فجيت اعمل لها include فرحت قايل له include او include once. فرق بين include و include once ان include كل ما اجي استدعي الفايل ده بيعمل له loading في الميموري، انما include once لو هو معمول له loading مره مش بحتاج اعمل له loading ايه تاني في الميموري. طيب بنفس الفكره برضو require و require once، بس الفكره بينهم الفرق ما بينهم ايه ان require ده بايه بيحصل لو في مشكلة حصلت بيعمل ايه، او في مشكلة في اللايبراري اللي انا بستدعيها بيعمل فتال ايرور وبيعمل ايه كومبايليشن ايرور ويقف، انما في الريكواير في الانكلود وانس بيعمل حاجة اسمها ايه وورنينج ويكمل ايه ويكمل الكود. عشان كده الناس بتفضل انها تستخدم ريكواير او ريكواير ايه ريكواير وانس. تعالى نجرب كده نعمل حاجة زي كده قبل ما نخلص المحاضرة. هنا يعني انا كنا عاملين الفانكشن اللي اسمها فيكس ايه فيكس نيم، كل اللي انا عملته ان انا عملت ايه رحت معرف variable اسمه ايه فايل اسمه common functions، ورحت حاطط فيه function اللي اسمها ايه اللي اسمها fix name.
وجيت هنا في الكود بتاعي اللي هو فيه ايه، اروح بس قايل له ايه المكان اللي انا بستدعي فيه الفانكشن بتاعتي، اروح جاي قايل له ايه، نشيل بقى دي خالص اهي مش عايزينها، الناس دي مش عايزينها اهي. رحت جاي قايل له ايه بقى، قايل له ايكو بس كده، رحت جاي قايل له ايكو الفيكس ايه، الفيكس نيم. طيب الفيكس نيم دي مش هيلاقيها في مكان، تعالى كده نرن الاكزامبل وان ده كده، بقول لك ايه بقى، انا مش لاقي الفانكشن اصلا اللي اسمها فيكس نيم. طب ليه بقى؟ لان الفانكشن دي انا حطيتها في فايل، والفايل ده انا ما عملتلوش ايه، ما عملتلوش انكلود، فكل اللي انا هعمله اروح اقول له require once، ادي له اسم الايه، اسم الفايل بتاعي، اقول له كومنت فانكشن بالبي اتش بي. وميزه الايه، ميزه هنا ان انا استخدم ايه، انا استخدم اديتور او اي دي اي، ان هو بيديني حاجه اسمها اوتو كومبليت. انا عملت اهو، عملت require البتاع في الفايل، وبدأت أعمل إيه؟ ريفريش، أه ابتدى أنفذ الإيه؟ نفذ الكلام. إيه اللي حصل بقى بالظبط عشان ينفذ كده؟ أنا بقول له استدعي لي فانكشن اسمها فيكس نيم، الفانكشن مش موجودة في الفايل ده، بس أنا قايل له استدعي فايل اسمه إيه بقى؟ كومن فانكشن دوت بي اتش بي. هيروح جايب الكود اللي جوه كومن فانكشن يحطه هنا. طب إيه الكود اللي جوه؟ ده فيه الميثود بتاعتي أو الفانكشن بتاعتي، فابتدى يعمل لها كولينج عادي إيه؟ بكل بساطة، سهولة جدا. فأنا لو عارف اقدر استخدم الحاجه زي كده، ان انا اقسم الكود بتاعي لمجموعه من الموديولز، كل موديول في فايل، في اي وقت انا عايز استدعي موديول جوه موديول اعمل له ايه require او require once، يروح جاي اعمل له ايه، يروح جاي اعمل له call. طيب يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن ايه، اتكلمنا عن relational operators وعرفنا انواعها، اتكلمنا على conditional statements اللي هي خدنا ال if وال if else وال if switch، خدنا ال ternary operator وعرفنا ازاي بنستخدمه، خدنا ال looping condition بكل انواعها، خدنا قبلها كمان في دي خدنا switch case وعرفنا اهميتها واهمية ال break واهمية ال ايه، واهمية ان انا استخدمهم break، ولو انا لغيت ال break اللي بيحصل في ال looping condition. خدنا ال while وال do while، خدنا ال for، ونسينا نقول حاجة في اتنين كوماند، في كي ووردز حاجة اسمها بريك وحاجة اسمها كونتينيو. والبريك دي المفروض إن أنا لو جوه لوب وعايز أخرج منها، فبقول له في إيه، هبقى على شرط معين أعمل بريك، فأما يجي الشرط ده يتحقق يخرج من البرنامج بتاعي. إنما كونتينيو دي كل اللي بعمله في كونتينيو، بقول له إيه سكيب الإتريشن اللي أنا فيها وكمل على إيه الإتريشنز اللي بعد كده. مثال لحاجة زي كده، أنا مثلا بقول له إيه، افضل خد ارقام من اليوزر، ولو خدت رقم سالب اعمل بريك، يبقى ده مثال للبريك، هيخرج من اللوبه ايه لما يجي رقم سالب. مثال للكونتينيو، انا ممكن اكون باليوزر بيدخل ارقام، بقول له ايه، لو انا هعمل اوبريشن على ارقام الايفن، فلو الرقم جالك اود اعمل كونتينيو، ما تكملش الاوبريشنز دي، اعمل كونتينيو على طول، فاسكيب الايتريشن دي وخش على الايتريشن اللي بعدها. وخدنا الفانكشنز، وخدنا ازاي نعرف فانكشن، وازاي نبعت لها بارامترز، وازاي نستقبل منها value، البادي بتاعها بيتكتب ازاي، وازاي نعمل كولينج ليها. خدنا كمان ايه، خدنا ازاي نبتدي لو انا الفانكشن دي فايل، ازاي اعمل امبورت للفايل ده عندي عن طريق require و require once و include و include once، وخدنا الفرق ما بينهم. بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي في الكومنتس، او ممكن لو انا موجود في الكلية ايه يبتدي يسألني عادي. شكرا جدا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.